حزب استقلال واضح. احنا وباش نكونوا اوضح نقولوا اليوم هاد المساواة كاينة في المجتمع، وهذا دائما تندافع كحزب على المساواة وعلى مكانة المرأة في المجتمع. وحنا مرة أخرى ليلة اليوم العالمي للمرأة باعتبار بأن مع الأسف رغم الحقوق ورغم التطورات اللي وقعت على الصعيد الحقوقي والقوانين اللي تغيرت، باقي المرأة تتلقى صعوبة في الولوج الى سوق الشغل، الصعوبه كذلك باش يمكن لها تلعب الدور ديالها الكامل في المجتمع. وتنعرفوا بان هذا المجتمع مكلوش يتنمى اذا ما كانش كذلك المراه تساهم بقوه في تطويره. ولكن تنعتبر كذلك بان احنا متشبثين بالثوابت وبان لا يمكننا ان نفتح نقاشات هكذا بدون أن تكون هذه النقاشات أولا هادئة وفي إطار كذلك المؤسسات اللي كاين فيها ذوي الخبرة والناس اللي عندهم الإمكانيات الكافية. لأن ما نساوش بأن هذه الأمور فهي محددة وواضحة في القرآن وواضحة كذلك في كذلك في المذاهب والاجتهادات. وبالتالي اليوم نعتبر بان الحزب عنده واحد التجربه في هذا الاطار وساهم من خلال السي محمد بوستة بالنسبه لمدونات الاسره وجهه الملك كون واحد اللجنه وصلنا الى نتائج مرضيه. وقع الاجتهاد ولكن انطلاقا من احترام المبادئ والثوابت. Yes.